الجمهور عملكن حملة وصوت، وكلنا ناطرين نسمع هالكلمة ونعرف هالقرار. هيدا أول قرار بسنة 2016 رح يكون له تأثير كبير على حياة دينا وإيهاب، لأنه مهما كانت النتيجة بعد هالقرار كل شيء رح يتغير. طالب من بين دينا وإيهاب رح يرجع لبلده نجم حامل محبة الناس ومحبة الأساتذة وخبرة كبيرة، ورح تكون سنته مش سنة عادية. وطالب رح يرجع الليلة على الأكاديمية ليكمل المغامرة، وبيبدأ السنة الجديدة مع زملائه. الأكيد إنه اثنيناتهم في إلهم محبة كبيرة عند الجمهور، والأكيد إنه اثنيناتهم ناطرهم مستقبل حلو كتير بعد الأكاديمية. دينا من مصر أو إيهاب من المغرب، لمين أعطى الجمهور تصويت أكثر الليلة؟ رح نعرف بعد لحظات. النتيجة رح تظهر بعد شوي على الشاشة. مبروك بكير على المبروك. أول شيء جود لك لإيهاب وجود لك لدينا. إن شاء الله السنة تكون حلوة عليكم لو شو ما كانت النتيجة. الأعصاب مشدودة، دينا حايصة، إيهاب معصب. لا ماشي حالك. الزملاء كلهم بالأكاديمية ناطرين القرار ليشوفوا مين طالع معهم على التلج هالويك إند. إيهاب أو دينا، لمين صوت الجمهور؟ لحظات قليلة ومنعرف النتيجة. دينا من مصر أو إيهاب من المغرب؟ عم تطلع النتيجة على الشاشة. أعلى نسبة نيلة أو نيلتها؟ دينا من مصر مع فرق بسيط بالتصويت كمان. كانت منافسة قوية. ألف مبروك إذن لدينا من مصر. وهيك مشاهدينا منودع إيهاب من المغرب الليلة، وهيك منكون استقبلنا السنة الجديدة على أمل تكون مليانة بالمفاجآت الحلوة إلكن. الطلاب رح يكملوا سهرتهم ورح يكملوا يسعوا لنيل اللقب وجائزة $100,000 تقدمة تويوتا إيجيبت، وأنتو رح تساعدوهم بتصويتكم ليحققوا حلمهم. أما هلأ فالكل رح يحتفل بالعام الجديد. وهابي نيو يير إيفري ون، كل سنة وأنتو بألف خير.